خايفه من المكان، حاسه ان انا هموت هناك، نفسي انزل ارجع اعيش في بورسعيد. ده اللي حصل، ده اللي انا اعرفه عن الموضوع. يعني احنا انا سؤال عن جيرانها، يعني جيرانها اللي حواليها، لا هي في حالها، هي في حالها، ست في حالها جدا. تيجي الصبح بدري، تيجي الساعه 7 الا ربع، عشان هي اصلا العمال بيجوا الساعه 7، احنا بنيجي على الساعه 8. بتكون هي ايه قايمه بالادوار كلها، يعني ما شفتش منها اي حاجه. ست محترمه الى ابعد الحدود، الله يرحمها، ربنا بيختار الطيبين والله العظيم. ست محترمه وفي حالها، حافظه كتاب لله. ما شفتش من الست دي اي حاجه غلط، اي حاجه وحشه، حتى هف والكلمه ما فيش. بتشتغل هنا بقالها قد ايه؟ ثلاث سنين تقريبا. بتروح وتيجي، بتروح وتيجي. العمال احنا مع التغيير شفت دلوقتي. لا ده جارنا، ده جارنا. روح يا عربي، روح يا عربي، روح يا حبيبي. بص حضرتك، هو دلوقتي مع التغيير شفت، انا هحاول اتواصل مع اي حد من العمال. يا ريت برضه زميلاتنا، ماشي طبعا. ربنا يرحمها يا رب برحمتك. هجيب لك اختها، هحاول اجيب لك. طبعا لكل الساده المشاهدين، زي ما احنا شفنا المشهد امام الجميع، احنا حاولنا بالبث المباشر نحاول نقابل خطيب بنتها، خطيب بنت السيده داليا اللي بتعمل مشرفه عمال نظافه، اللي اتوفت امبارح على ايد يعني هنقول ايه، انسان تجرد من رحمه. احنا عايزين نعرف ملابسات القضيه، يعني هو قال بعض يعني بعض المعطيات الغريبه جدا، قال ان قتلها حدث يعني عنده 16 او 17 سنه، ده اللي قاله خطيب بنتها. وقال كمان ان هي بنتها كانت موجوده جوه الشقه، وان خطيب بنتها عشان جارهم قال ان هو جارهم، وقال ان هو اتصل ببنتها وقال لها الحقي والدتك، ده هي في الشارع تعبانه او في المستشفى وقعت، جرت البنت وسابت كل حاجه على المستشفى عشان تشوف والدتها، رجعت كانت الجريمه تمت. طبعا واضح من التفاصيل ان اللي قام بالجريمه مش حد سهل وحد مرتب كويس قوي، ولكن ان كون ان هو يكون عنده 16 او 17 سنه وخطط للجريمه بالشكل ده قصاد ايه؟ يعني ايه اللي يخليك تعمل كده وانت جارهم وعندك 16 او 17 سنه؟ هل هو دافع؟ طبعا هو دافع السرقه لانه سرق فعلا، وهل الدماغ طفل حدث توصله ان هو يعمل كده؟ اللي بيحصل كله فعلا موجود لسه مطروح امام النيابه العامه. النيابه العامه ايوه هي مديرتها. لا انا عاملها طبعا لكل الساده المشاهدين، هي المشرفه عليكي صح، هي المشرفه بتاعتها. طبعا لكل المشاهدين، احنا ما زلنا الجميع بيحاول يتهافت على انه يوصل للحقيقه وراء المشكله اللي قدامنا، والقضيه غريبه جدا.